خبرات النهارده ممكن تفرق شويه في اللقاء، وهل غياب الشناوي اثر بكام في الميه من وجهه نظرك؟ الخبرات اكيد ليها دور كبير في المباريات الكبيره، اللاعب الكبير واللاعب اللي عنده خبره بيبان في المواقف الصعبه والمباريات الصعبه، مباراه زمالك مباراه صعبه نتيجتها او التحكم في رتم المباراه او التحكم في اعصابك او او ظروف المباراه عامه كلها بتحتاج لعيبه عندها ثبات انفعالي، لعيبه عندها خبرات، لعيبه تركيزها عالي داخل الملعب، تقدر تلم المواقف اللي بتحصل داخل الملعب. ممكن في بدايه المباراه فرقه تتاخر بهدف، اللعيبه الكبيره ده دورها، اللعيبه اللي عندها خبرات ده دورها، ممكن فرقه يطرد منها واحد، اللعيبه الكبيره ده دورها، لكن في الاخر اللعيبه الشباب واللعيبه اللي لسه عايزه تثبت وجودها ده بيبقى مهم جدا. اوقات بنشوف مباراه اهلي وزمالك بيبقى ده ولاده نجم جديد صح. يعني فبتلاقي الحافز والدافع موجود عند اللاعب اللي لسه عايز يثبت نفسه وعايز يقول انا موجود في المباراه الكبيره، فشيء طبيعي. الخبره ليها دور واللعيبه الشباب ليهم دور، الاثنين مع بعض لو بقوا حاضرين وموجودين في نفس الصوره ونفس الكفاءه هنشوف شكل كويس. احيانا وانت لاعب ناس بتقول ان ده طعم، فريق يبتدي يصدر لك ان عدد كبير جدا من اللعيبه مش موجودين واحنا ما بنلعبش بالفرقه الاساسيه، هنا بتبقى المباراه صعبه على اللعيب الخصم اللي هو نازل وحاسس ممكن تكون مباراه يعني خلصت مبكرا، وهنا بيبقى فيه دور كبير جدا نفسي للاجهزه الفنيه. مصر بتسيف ده النادي الاهلي وده النادي الزمالك صح، عشان نكون واضحين، انا عندي قائمه فيها 30 لعيب، ال 30 لعيب اي لعيب موجود في النادي الاهلي او موجود في نادي الزمالك هو لعيب مطالب انه يكون موجود بيلعب نهائي كاس مصر، نهائي دوري ابطال افريقيا، بيلعب مباراه كبيره، لان هو ده شخصيه اللعيب الكبير. تمام.